قال إنه أنا دا أرد على الشبهات دي سريع. قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وهو يزعم بذلك أنه يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نرجع لشنو؟ للقرآن والسنة. استدل بأحاديث ضعيفة، منها حديث إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومنها أن الله قال لما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري فخلقت منها محمدا ثم خلقت من محمدا جميع الخلق. ولما أصاب آدم الخطيئة قال اللهم إني أسألك بحق محمد. كل هذه الأحاديث أحاديث موضوعة. موضوعة معناها شنو؟ معناها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه في ناس مساكين يقول لك أنتوا بتضعفوا في الحديث وتسمنوا في نفسكم. يا أخ ده كلام فارغ ساي. أسئلة وقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يقال لهم السمانية أينما وجدتموهم فاقتلوهم. تقول لي لا ما قال. أقول لك أها ما برضو ما قال. الموضوع بكتب. فهمت؟ أسي أنت لو دار تبقى عسكري وجيت لبست كاكي قلت الأخضر ده أنا عاجبني بيفتحوا فيك بلاغ وبيعمل لك 700 مادة تبقى في التحلك. إلا الدين أي عاطل جنجر فوق يا زلد. حادث موضوعة كما قال الإمام البيقوني والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وممن ضعف هذه الأحاديث الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وكذلك الإمام السيوطي في كتاب اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، والإمام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وغير من العلماء. ده نمرة واحد. لكن القرآن بخلاف هذه العقيدة. ربنا قال في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر، إنما دي أداة حصر، إنما أنا بشر مثلكم أي خلقت من جنسكم. لكن هل الرسول في المكانة والمنزلة زينا؟ لا. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والمشركين كانوا بيقولوا دايرين ملك مخلوق من نور. ده كلام المشركين الأوائل يا صوفية. انتوا دايرين تتبنوا صح واتبنيتوا أصلا. ربنا حكى في سورة القمر عن قوم صالح عليه السلام قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ربنا قال قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرؤساء الكفار دي المجرمين. كيف قال له لو طلعت السماء وجبت لنا كتاب لغاية ما جدنا قصي ابن كلاب يمرق ويقول التصادق حتى نحن نتبعك. فهمت؟ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي. رد الرسول صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا شنو؟ بشرا رسول. يبقى الرسول ما نور. ده كلام منه؟ ده كلام القرآن. فيبقى الصوفي ده زول ملخبط. عشان كده الإمام القرطبي في التفسير تفسير سورة طه لما جاب قصة السامري المجرم سأله قال وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي ده من أئمة المالكية قالوا له عندنا قوم يقال لهم الصوفية يقومون فيأكلون كثيرا ثم يرقصون كثيرا. ديل المنتخب القومي ولا ديل الصوفية؟ ديل الصوفية. فقال له سؤالك ده ذاته ما مفروض تزاله. ليه؟ قال له يرحمك الله. قال له ادي الناس ما. قال له يرحمك الله مذهب الصوفية مذهب ضلالة وبطالة وجهالة. ونحن الحق ده يا اخواننا دارين نبصر به والناس لا متبعينك عشان نعمل حزب ولا نازين انتخابات ولا دارين من زول يملى لنا قروشنا. نحن بغنينا ربنا سبحانه وتعالى. قل ما أسألكم علي من أجر وما أنا من المتكلفين. نحن دارين أي مسلم يوحد الله، لأنه لو لقيت الله بالعقائد اللي قلنا لك دي ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله نلتقي الحلقة الجاية.